بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سوف نتعرف في هذا الفيديو درس لزوموني سي 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 سي. أول شيء سوف نفعله هو أن نعطي تعريفا بسيطا لهذا الدرس. لزوموني سون دي مو كي سو برونونس دو لا ميم فاسون مي كي اون des différents sens et différentes écritures. يعني les homonymes هي كلمات تنطق بنفس الصيغة ولكن لديها معنى وكتابات مختلفة. أول عنصر وهو C يعني C-E-S. C est un adjectif démonstratif qui sert à montrer quelqu'un ou quelque chose, يعني c'est هو صفة توضيحية تنبني على أساس أنها توضح شخصا ما أو شيئا ما. مثلا نقول ces enfants sont polis, يعني هؤلاء الأطفال مهذبون أو مؤدبون. و ces cigarettes sont dangereuses, يعني هاته أو هؤلاء يعني السجائر هي خطيرة. ننتقل إلى العنصر الثاني وهو C نفس النطق مع العنصر الأول. C est un pronom démonstratif plus verbe être au présent avec le pronom personnel il, يعني هو ضمير توضيحي زائد فعل كان مصرف إلى الحاضر مع الضمير هو. Il peut être suivi d'un nom, adjectif ou un pronom. يعني يمكن أن يكون متبوعا باسم أو صفة أو ضمير. مثلا متبوع باسم نقول c'est une fille, يعني إنها فتاة. أو متبوع ب يعني صفة نقول c'est merveilleux, يعني إنه رائع. أو نقول سيلوي يعني متبوع بضمير نقول إنه هو. ننتقل إلى العنصر الثالث وهو C يعني S-E-S. C est un adjectif possessif, يعني هو صفة الملكية. On l'utilise devant un nom pluriel, يعني نستعمله قبل يعني اسم في صيغة الجمع. مثلا نقول أحمد غامس ses affaires, يعني أحمد جمع أدواته. هنا سي متبوع بالنوم أو بلوريال أو اسم جمع. أو نقول مثلا يسرى ديسكوت افيك سي بارون, يعني يسرى تتحدث مع والد. العنصر الأخير في هذا الفيديو هو سي يعني اس ا اي اس. C'est est le verbe savoir au présent avec les pronoms personnels je et tu. يعني هو الفعل savoir أو le verbe savoir مصرف إلى le présent يعني الحاضر مع الضميرين أنا وأنت أو أنت يعني je و tu. مثلا نقول je sais comment préparer le thé, يعني أعلم أو أعرف كيف أحضر الشاي. أو نقول tu sais chanter, يعني أنت أو أنت تعرفين الغناء. إذن هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو. إن شاء الله سوف نتطرق إلى بعض الكلمات الأخرى التي تتشابه في النطق ولكن لديها معنى وكتابة مختلفة. أشكركم على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.